السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة البحرين الرياضية، مساكم الله بالخير والرضا والسعادة أينما كنتم، كل حسب ميوله الكروية. واليوم أنا وسط ميول برازيلية بحتة من كل المقدمين اللي موجودين معاي، أكيد مبارك لهم، لكن خلوني أذكر في البداية بأن تقنية الفار موجودة في حلقة اليوم من برنامج الفار. التقنية هذه بقيادة الرئيس غرفة الفار والكنترول المخرج عبد الله الياسي، أكيد راح يكونون مترصدين لأي خطأ أو معلومة خاطئة ممكن نسردها لكم من قبلنا هني لتصحيحها من غرفة تقنية الفيديو الفار. خلوني أذكركم أكيد بالمشاركة في البرنامج، هناك أرقام اتصال لآخر فقرات هذه الحلقة. الرقم التواصل راح يكون 1787-15-13، الكل يقدر يشارك ويقول لنا أفكاره تحليلاته آراءه في كل محاورنا اللي راح نمشي فيها من خلال هذه الحلقة. لكن في البداية قبل أن ننتقل حق أولى فقراتنا، خلوني أبارك حق أصحاب الميول البرازيلية، خاصة عيسى اللي داخل اليوم قوة بتيشيرت البرازيل، ألف مبروك لكم البطولة. الله يبارك فيك محمد. أكيد إحنا قايل لك أنا قبل لا نروح النهائي إحنا مرتاحين ومخذين البطولة، يعني ضمنها عطيناكم الثلاثة في المباراة اللي طافت. نعم، ويابوا الثلاثة، ما قصر الشباب، يستاهلون البرازيل بعد غياب 12 سنة عن بطولة الكوبا أمريكا. محمد ليحين مصر أنه هو يخفي ميوله البرازيلية، لكن الوافد الجديد اليوم معنا في الفار عبد العزيز الخضير وسعود، حياك الله معانا. طبعا يا هلا فيك محمد، اكيد نرحب فيك وفي جميع الساده المشاهدين. اكيد احنا راح نرجع نتواصل ونتكلم اكثر في حلقه اليوم عن فوز البرازيل، ايضا عن كاس امم افريقيا وجميع الاخبار الموجوده، ولكن بعد هذه الفاصل. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج الفار وآخر أخبار الكرة العالمية، ونبدأها اليوم معاكم من أخبار الصحف، ونبدأ بليكيب الفرنسية اللي تقول إدارة باريس سان جيرمان عقدت نيمار. نيمار يتغيب عن تدريبات النادي العاصمي، حيث أن النجم البرازيلي لن يصل إلا الأسبوع المقبل، وستكون لديه جلسة مع إدارة باريس على تأخيره. ننتقل أيضا من فرنسا إلى إسبانيا وصحيفة البرنابيو، العد التنازلي لشهر بيل، إما الخروج أو تلبية رغبة بيل بالاستمرار في فريق ريال مدريد. وننتقل إلى صحيفة الميرور الإنجليزية اللي فيها العنوان يقول نحن مانشستر يونايتد ليس لدينا لاعبين للبيع، سولشاير يوجه تحذير شديد اللهجة. وأخيرا من صحيفة توتو سبورت الإيطالية اللي عنونت الألفية لليوفي، استراتيجية يوفنتوس احتكار أفضل اللاعبين الصغار بهدف إطالة الاستفادة منهم. هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم. محمد الحسيني، إيش رأيك في هذه الأخبار؟ شنو الخبر اللي شدك من خلال العناوين اللي استعرضناها اليوم؟ طبعا عزيزة أول شيء رحب فيك، وطبعا أول حلقة ويانا منورنا، إن شاء الله تكون في صف عاد مو في صفهم متفقين علي، في صف الحق. شو نسوي ما يركب يا البربوري؟ لا شو نسوي، زين 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 حلو. طبعا الجرايد شفنا فيها أخبار جدا مثيرة، طبعا الحين يمكن هاي الوقت وقت الصيف أكثر وقت انباع في الجرايد، ساعات ما تعرف شنو الصج وشنو المفصج، بس موضوع نيمار أكيد صج، لأن يعني أمس كان يحتفل مع منتخب البرازيلي، يعني أكيد ما راح يمدين يحضر تمارين باريس سان جيرمان. هاي الشيء يطرح تساؤل حاليا، أن هل بالفعل نيمار سيعود إلى برشلونة أو لا؟ فهاي أنا أشوف للأمانة في حال عودة نيمار إلى برشلونة اليوم راح يعود طبعا بصفقة تبادلية، من رأيي صعب اليوم إدارة برشلونة تتجه لصرف 200 مليون، إيش رأيك عيسى؟ صح، أعتقد يعني مبلغ كبير، وأنا استغربت أصلا باريس شلون صرف هذه المبلغ على لاعب واحد، ممكن يجيب لك ثلاثة لاعبين في هذه المبلغ ويسد لك نواقص فريق باريس اللي
تعرف فريق باريس عنده أكثر من خانة كان يحتاج يعزز فيها، فلما جاب نيمار أعتقد محمد يعني مخالق في السعر، هل هو حب إنه يكسب نيمار بأي طريقة خلاه يدفع المبلغ ودفع الشرط الجزائي؟ هو يعني استقطاب نيمار بهذه المبلغ أولا خربوا سوق الانتقالات، خلينا نقول يعني شقحوا شقحة غير طبيعية وغير اعتيادية، يعني عادة تشوف مثلا من 30 شقحة وليل 45 55 من 55 يات صفقة 65 فيجو وزيدان في هذه الحدود، شقحة وليل 90 مع رونالدو، ففي في يعني نسبيا في تقارب، لكن صح. من صفقة بيل اعتقد 100 وشوي كان صفقة بيل، شقحة وليل 222 كأغلى صفقة ضعف. على لاعب واحد اكثر من الضعف على لاعب واحد، مثل ما ذكرت في نواقص اخرى في الفريق ممكن تعزز، لكن اعتقد هم يعني ركزوا فيها كاعلاميا اكثر، خاصه كان نقدر نقول في بدايه نيمار وتالق نجمه، خلينا نقول في هذه الفتره وجوده مع ميسي كان شوي كبت على هذا النجم، في المقابل هو من العلامات التجاريه اللي موجوده في سوق الاعلانات، خلينا نقول فاعتقد باريس سان جيرمان فكروا فيها من هذه الناحية أكثر من الأمور الفنية من رأيي. يمكن كان إذا ما نتكلم عن الأمور الفنية يمكن 40% من مباريات باريس سان جيرمان على مدار موسمين يمكن غاب عنها نيمار بسبب الإصابة، أكيد باريس يفكر في أمور الترويج والإعلانات، ولكن أيضا يتمنى أيضا مردود يرجع له لتحقيق مجد للفريق، هو دائما ما كان ينظر إلى تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا، هالشيء يمكن اللي ما حققه مع وجود نيمار ولا بدونه، فأكيد يعني ما راح يتنازل عن نيمار بهذه السهولة. أكيد بسعود بعيد عن أرقام وسعر نيمار، يعني بتكلم عن برشلونة واللاعبين اللي قاعد يحاول يضمهم، دائما يخليهم يبتعدون عن ناديهم ودائما المشاكل قاعده تزيد، شفنا جريزمان اليوم نشوف نيمار بنفس الطريقه، وشفنا لاعبين في الفتره السابقه وكوتينيو وديمبلي يعني صحيح. سياسه الانديه في استقطاب اللاعبين اليوم يعني صارت بطرق تخلي اللاعب يتمرد، تخلي الانديه اليوم تبيع غصبا عنها، هذه اتوقع امور ما كنا نشوفها في السابق. حمل رايك. طبعا رايي انا اشوف موضوع نيمار يمكن يختلف عن موضوع كوتينيو وجريزمان. من أي ناحية؟ من ناحية نيمار يعني كان مع المنتخب أساساً قبل ما يكون في أي شيء يعني يكون مع برشلونة أو انتقال حق برشلونة، حالياً نيمار مع المنتخب يساند المنتخب يعني المفروض تكلم عن غيابه في البريسيزن يعني. بالضبط أنا أتحكي عن الغياب عن التمرين الأول حق باريس، بالنسبة لي يختلف عن كوتينيو وعن غريزمان. لكن محمد حالياً في أخبار يعني كوبا أمريكا يمكن من 3 أيام خلصت، حالياً في أخبار وأيضاً صور انتشرت لنيمار، نيمار مشترك في بطولة كرة شواطئ في البرازيل. لحين ما انضم حق البري سيزن، التجمع مال الفريق متأخر عليهم، وفي أخبار لليوم تقول إنه هو قاعد يتعمد إنه هو ما يدخل في التجمع. في المقابل أعتقد يعني طلع خبر وتصريح حق والد نيمار اللي هو وكيل أعماله، قال إنه هذا إحنا شيء منسقين له من قبل يعني. ففي تضارب في الأخبار، بيان يطلع من النادي وكيل أعماله اللي هو الوالد ينفي ويقول إحنا مرتبينها من قبل. أمور مو مرتبة. صعب عيسى اليوم في الإعلام، صعب خاصة يعني بلاعب مثل نيمار بحجم نيمار، صعب تشوف شنو الصج شنو المبصج. يمكن أنت في يوم من الأيام تقوم من النوم تشوف تقول لا نيمار اقترب حق برشلونة، في عقب أسبوع مثلا يطلع خبر يقول تحس إنه لا نيمار ما راح لبرشلونة، فصعب وايد يعني تفرق بين الحقيقة وال في جانب صعب تعرف إذا هو راح ينتقل إلى برشلونة أو لا. ممكن أقول أتفق معك هذه الجزئية في انتشار الأخبار بشكل كبير، إن الصحف يعني تحاول إن هي تحوز على سبق صحفي. صح. في صحف قالت إن العلاقة متواترة بين باريس سان جيرمان مع برشلونة، فهم ما يفضلون إن نيمار يرجع برشلونة، في تواصل خفي مع ريال مدريد، بس الوحيد اللي ممكن يدفع المبلغ، لكن اللي تقريبا الكل متفق عليه ان نيمار ما يبي يقعد في باريس سان جيرمان، يبي يطلع. فهذا شيء يخلينا احنا نصدق ان نيمار قاعد يتغيب عن البري سيزن. هذا يمكن مثل ما قلتوا ان في كلام اعلامي واجتهادات صحفيه، لحد الان الصوره مو واضحه عن نيمار، ولكن الشيء الواضح عندنا هو موضوع بيل عيسى. صح. بيل مدريد ما يبي اللاعب واللاعب مو راضي يطلع. بيل معنشش انا اتوقع يعني مبراضي يهدي الفريق، بيلعب جولف يقولون مو طبيعي اللاعب، وايه بليته
لا والله هو ملتزم بعقده في النهايه، يقول لك انا عقدي مستمر. بس اذا انت وحق لي ان انا محمد انت جربت هذه الظروف لما تيجي ضغوطات وانه يبون يبعدونك غصب، يعتمد عليك انت كشخص في النهايه. هو كم راتبه سنوي مع ريال مدريد؟ كم المبلغ اللي تقاضاه؟ بس هو على حسب اللي عرفنا بانه جاي عرض من الصين بمبلغ خيالي. عرض الصين المبلغ الخيالي في الراتب، لكن يعني على حسب الخبر اللي انا قريته ان النادي الصيني مقدم له راتب اعتقد 31 مليون سنويا او 30 مليون سنويا كراتب، لكن بدون ما يدفع اي شيء حق ريال مدريد، ما راح يكسر اي شرط جزائي. فهذه المساله اللي ممكن سببت نفس الوقت صراحه حرام. يعني لاعب مثل جارث بيل يمكن عمره 30، يمكن عنده وايد يعطيه في كره القدم، اليوم نشوفه ينتقل حق الدوري الصيني. يمكن لو نفس العرض المادي جاي له من نادي اوروبي اليوم، ممكن بيل فكر في الانتقال. بس بيل اتوقع الماده هي اللي مخليته ما تطلع من ريال مدريد، يمكن العروض اللي راح تجي له خاصه بعد يعني عقب الاصابات المتراكمه اللي صارته، اكيد قيمته السوقيه تنزل، راتبه راح ينزل يعني بشكل مخالف تماما اتشلون كان مع توتنهام، يمكن مرتين حصل على احسن لاعب في الدوري الانجليزي وصل. الحين صعب في هاي الموضوع. فاشوف اليوم بيل لو في نادي ثاني عرض عليه تقريبا حتى لو نفس سقف الراتب اللي معطينه ريال مدريد، ممكن انه ينتقل. بس والواضح ان زيدان اساسا يعني من الاخير مو بعاجبه بيل، حتى لو نتذكر في فاينل ويا اليوفي 4-1 كان بيل كان دكه وعلى المدرج اتوقع هو مع خميس. فزيدان هاي اللاعبين اساسا مو مقتنع منهم، خميس يمكن اقترب الانتقال حق نابولي. فانا اشوف بيل لو يفكر فيها من ناحيه كرويه الافضل لليوم يطلع من ريال مدريد. في ظل اهتمام ريال مدريد باللاعب الفرنسي بوجبا، هل ممكن نشوف صفقه تبادليه؟ يعني نشوف مثلا بيل يروح مانشستر يونايتد وبوجبا يوصل الى ريال مدريد؟ انا ما اشوف هذه ممكن تصير التبادليه، خاصه ان بوجبا يمكن لما احنا هو حق ريال مدريد او وده يلعب في ريال مدريد، لكن لا زال وضعه بشكل عام موجود مع الفريق حاضر، قاعد يحاول انه هو ما يمسكون عليه اي ممسك انه هو قاعد يتمرد او شيء من هالقبيل، لكن هو قاعد يبني نوايا انه هو بشكل احترافي انا مو حاب اكمل مع مانشستر، لكن الخيارات مفتوحة. أوكي في ميول حق مدريد، لكن استل الخيارات مفتوحة ما حدد. فما في شيء خصوصا في اهتمام أيضا من يوفنتوس. بالضبط. فما في شيء واضح يعطيك إنه ممكن تكون في أو بوادر حق صفقة تبادلية بين أنا ممكن لشدني محمد الخبر اللي ذكره أبو سعود قبل شوي، سولشاير طلع معصب، طلع يزف معصب وزفهم ولا حد يجرب يم لاعبين. ما يبي يجرب يم لاعبين، هاي دليل وإشارة إنه يحاول انه يحافظ على نجومه، ولكن في المقابل اذا النجم ما راح يتم ولا راح يؤدي. يعني شفنا احنا شلون كان بوجبا مع مورينيو، شلون صحيح. كان بعد رحيل مورينيو شلون تغير لاعب اذا ما يبي يلعب ويا المدرب ولا النادي صعب انه يعطي. انت هني عندك فرصه انك تستقل المبلغ دام في ناديين يبحثون عنه، صح؟ في ممكن مواسم جايه ما تشوف هذا الشيء مثل ما شفنا مع ايكاردي. يعني ايكاردي يعني شفنا قبل موسم وموسمين أربعة أندية ممكن كانت تقاتل عليه، اليوم ما حد يبي إيكاردي. صحيح. طبعا بوجبا أنا أشوف وقت اللي حضر مانشستر يونايتد أتوقع كان في مشروع واضح يمكن من خوسيه مورينيو مع مانشستر يونايتد، وهاي الشيء يمكن اللي خلاه يجي اليونايتد. لكن اليوم لما نشوف اليونايتد أنا أشوف إن في توهان نوعا ما في النادي، يعني التسرع في التجديد مع سولشاير خاصة الأندية الإنجليزية. محمد عندك حتى مثلا واتفورد او استون فيلا دائما يلعبون على موضوع الموتيفيشن، فدائما لما يصير في تغيير في المدرب تشوف النادي يحقق نتائج ايجابيه. بس اليوم بوجبا اتوقع يعني حتى نشوف لو نشوف انتقالات مانشستر يونايتد، نشوف اعلى انتقال حق مانشستر يونايتد اليوم ارون وان بيساكا. طبعا لاعب شاب عنده طموح عنده مستقبل، بس ما ياخذ هاي الهاله الاعلاميه حق بنادي مثل حجم يعني مانشستر يونايتد. تشوف صفقات مثلا قبل سنه او سنتين، بس هالسنه تحسهم مكتفين. ممكن ياخذون لاعب شين لونغستاف من نيوكاسل، ماخذين لاعب من سوانزي، يعني تحس ان طموح اليونايتد من اول الاربع في الدوري الانجليزي ما يشوفون الدوري. فهاي الشيء يخلي النجوم اليوم خاصه ما يلعبون دوري ابطال، صح، يخلوهم يشوفون برا حال سواء لوكاكو او بوجبا. بوجبا المشكله في 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 في, في عقده لا زال 3 سنوات وكسر الشرط الجزائي 150 مليون باوند.
اليوم وكيل اعمال بوجبا يقول ان اللاعب بشكل احترافي ابدى نواياه انه مو حاب يكمل مع النادي وممكن والله ما احنا مغربله غير وكيل اعماله هو اللي يبي فلوس في النهايه مقابل مانشستر نادي مانشستر يونايتد يرد بطريقه يقول انت لاعب بمعنى انه حق بوجبا انت لاعب مانشستر حاليا انت لاعب مانشستر وعقدك ممتد الى 3 سنوات سوي اللي عليك انك تسويه واللي دفعنا لك من اجل انك تسويه انك انت تلعب حق مانشستر هذه مهامك الحين في النهايه بويا برضاه يعني ما حد يجبرني لكن في النهايه انت نفس ما بيل يبي يقعد والنادي ما يبي هني العكس النادي يبي اللاعب واللاعب يبي يطلع فاعتقد هذه الامور في النهايه دائما توصل الى طريق مسلوب بما انك ايس يمكن كنت تتكلم عن سولشاير شفت جانب ثاني من شخصيته ايضا محمد تكلم ان يمكن مو ذاك الطموح الموجود في مانشستر يونايتد قريت في احد المواقع الايرلنديه كان في دراسه تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فيقول لك في تحليل ان الموسم القادم نسبه اقاله سولشاير من فريق مانشستر يونايتد هي 46% بناء على يعني دراسات المدربين اللي كانوا موجودين يقولون لك ان اخر 6 مدربين في الدوري الانجليزي دائما في اول 3 شهور يتم اقالتهم فيمكن نشوف في نوفمبر سولشاير انا اعتقد راح يقال مانشستر يونايتد انا لا ما اعتقد او بعدها بشوي يمكن انا اتوقع يقال ما بيطول هو ممكن يقال طبعا على حسب النتائج بس انا احس راح يعطونه فرصه على الاقل نص موسم مع اليونايتد لانه خاصه نفس ما قلنا الطموح تغير حاليا بس لما كم شهر تعطيه خلينا ناخذها ونرجع له انا اشوف راح يكمل الموسم اتوقع يكمل الموسم 3 شهور 6 شهور ماكسيمم 3 شهور 6 شهور ماكسيمم طبعا شوف سولشاير من ناحيه يعني تحفيزيه حق اللاعبين شفنا يعني في تغيير في التطور محمد. اكيد فهني الافكت لما راح عقب 10 مباريات او 11 مباراه خلاص الموضوع صار عادي انه في مدرب جديد عمر عدل قعدتك ما تقنعني خلنا ناخذ تغريد ونرجع لا عادي اكيد من اللاعبين اللي بنفتقدهم في الموسم المقبل في عالم كره القدم بشكل عام هو الهولندي ارن روبن اللي اعلن اعتزاله هذا الموسم بعد مسيره مميزه خلال المشوار الطويل تفاصيل اكثر في تقرير زميل عادل المحمود نتابع الاعتزال بالقمة قلة هم من يقومون بذلك فأغلب اللاعبين الكبار يخوضون تجربة احترافية في الدوري الأمريكي أو مختلف الدوريات الآسيوية النجم الهولندي آرين روبن رابط اسمه بالقمة بعد قراره الابتعاد عن لعب كرة القدم في قمة عطائه وبعد انتهاء مسيرته مع أحد كبار القارة العجوز وهو نادي بايرن ميونخ الألماني الذي دفع روبن عن ألوانه لعقد من الزمن كما مثل روبن نادي ريال مدريد الملكي في إسبانيا وقبل ذلك تألق مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الذي تعاقد معه إثر المستوى الكبير الذي قدمه مع آيندهوفن في هولندا إنجازات كبيرة حققها روبن في مسيرته بالملاعب الأوروبية منها تحقيق دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في مناسبتين والدوري الإسباني لمرة واحدة كما حقق الدوري الهولندي لمرة واحدة أيضا فيما تمكن من إحراز الدوري الألماني 7 مرات أما مسيرته مع المنتخب الهولندي فقد شهدت تحقيقه للقب وصيف كأس العالم في مونديال جنوب إفريقيا والمركز الثالث بمونديال البرازيل إذ شارك مع منتخب الطواحين في 96 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا الجناح الأيسر الطائر عانى من الإصابات في الفترة الأخيرة غاب بسببها عن معظم مباريات الموسم الماضي ولكن هذه الإصابات لم تمنعه من تدوين اسمه ضمن نجوم كرة القدم
طبعا مشوار حافل لأرن روبن ومسيرة كروية مميزة. بسعود أتوقع خسارة للكرة العالمية توديع هذا النجم الملاعب. أكيد أيسي يعني من أفضل اللاعبين اللي يلعبون بالقدم اليسرى في العالم. روبن يمكن معروف يا أما يجنح ويرفع ويكسر وقول يعني. أنا ترى اليوم أنا كنت ناوي ألبس فانيلة هولندا بس ما أدري ليش كنسلت. لو دريت إن في هاي التغيير يمكن كان لبس تلفونيلة. فاجأنا في عادل فاجأنا يمكن قال بعد معلومة حلوة عادل إن روبن يعني من خلال تواجده مع المنتخب الهولندي سجل 37 هدف ولكن أنا بالنسبة لي هاي 37 هدف لو مسجل هدف واحد على إيكر كان هاي ممكن يسوي 37 صحيح. هدف يمكن كانت لقطة جدا مهمة في مسيرته وأيضا مسيرة المنتخب الهولندي اللي كانت ممكن يعني تعطيه أول لقب عالمي على مستوى كأس العالم. طبعا روبن من اللاعبين اللي حققوا تقريبا كل شيء في كرة القدم يمكن نفس ما قلت يمكن بطولات كأس العالم أو اليوروبيان كاب وهذه دائما منتخب الهولندي لازمهم سوء الحظ في الفاينلات. مشكلته هولندي نفس ما ميسي يمكن مشكلته ارجنتيني هاي مشكلته هولندي. لا عاد الارجنتين يحققون القاب قبل ميسي طبعا. منتخب هولندا للسيدات توا خسران نهائي بعد الاسبوع اللي فات بعد خسران نهائي كاس العالم. ما عندهم عقده هولندا ظهر عقده مع كل المنتخبات الهولندية هاي عقداتهم الظاهر لازم نناقشها مع دكتور علي صليبي خالي حمود خل عندك هاي الموضوع بس على مستوى الانديه يعني على مستوى الانديه اللاعب محقق بريمير ليج محقق دوري اسبانيا اتوقع محقق البوندس ليج تشامبيونز ليج شبع من الدوري الالماني بالضبط يمكن 8 بطولات دوري الماني تشيلسي ايضا 6 بطولات ولولا الاصابات ممكن روبن كان يكون من مواصل. يعني افضل بكثير من هاي الطريقه يمكن في مصطلح كنا نستخدمه قبل موسمه مع تشيلسي كنا نقول البتري عن روبن دائما نقول عنه البتري يخلص بسرعه يخلص بسرعه بالضبط واصاباته كثيره حتى كان طلع عليه لقب صاحب الركبه الزجاجيه يمكن من كثره الاصابات اللي هذه سمعنا فيها بس البتري او كمان البتري هاي بين لانه كان يعتمد على مجهوده دائما ما اصاباته كثيره ما يعطيك يعني ما عنده نسم الدوري خلينا نقول يعني غياباته كثيره على مستوى مباريات الموسم. انت لحقت على المربع اكس وار 2 انا نظام بلاي ستيشن فوق تحت فوق تحت لا 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 فوق تحت هاي هاي بلاي 3 لا 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 انا على بلاي روبن معروف يا عبد العزيز لحق عليه مربع اكس وار 2 قول انتوا جيلين خلاص جيل التسعينات انا للامانه اخر بلاي ستيشن لعبت الرصاصيه العود الحين كانسل على الار 2 عقب روبن خلص فرق العمر يقول لك لعب اخر واحده في شيبل لا ما عليك من لا لا كذي بدينا نخربط في الكلام خلونا في محور حديثنا بندش محور حديثنا ان شاء الله بنتكلم عن امم افريقيا ولكن بعد هذه الفاصل.
إذن ومع الفقرة التالية هي فقرة أكيد لها علاقة بالأفكون، بطولة أمم أفريقيا واللي ابتدت من اليوم أدوار الكوارتر فاينل. أمالنا معلقة على الفرق أو المنتخبات العربية المتبقية في هذه البطولة، الجزائر وتونس أكيد راح يأخذون النصيب الأكبر من حديثنا، لكن خلنا نذكر بنتيجة أولى مباريات اليوم. السنغال يفوز على بنين بهدف للا شيء، وهناك مباراة أخرى أكيد بين جنوب أفريقيا ونيجيريا راح تكون إن شاء الله مع نهاية الحلقة الساعة 10 بإذن الله. ونذكر أن الفار اللي احنا استخدمناه قبلهم من خلال حلقاتنا راح يكون بدايته من خلال هذه الدور، دور الكوارتر فاينل، راح يستخدم أو تستخدم تقنية الفار في بطولة أمم أفريقيا. لكن الجزائر وصلوا إلى الكوارتر فاينل لحد الآن. بالنسبة لي شخصيا وسعود، الجزائر المنتخب العربي المقنع الوحيد من المنتخبات العربية اللي موجودة في البطولة. فعلا محمد، منتخب الجزائر أثبت نفسه بقوة، يمكن بعد مثل ما نقول سلسلة إخفاقات من بعد وصول المنتخب الجزائري إلى كأس العالم. شفنا المنتخب الجزائري يمكن تغير مستواه، تغيرت نتائجه، لكن من خلال هذه البطولة شفنا المنتخب الجزائري مع جمال بالماضي داش بتركيز من خلال منظومة متكاملة، شفنا أرقام قياسية، 9 أهداف، شباك نظيفة، فوز في 4 مباريات متتالية، ويمكن هذه رقم قياسي بالنسبة للمنتخب الجزائري. ما قدر يحقق 4 انتصارات متتالية إلا في نسخة 1990، وفي هذه النسخة 1990 قدر المنتخب الجزائري يحقق لقب الوحيد في أمم أفريقيا. فيمكن عيسى هذه الأرقام تكون فالخير على الجزائر ونشوفه يحقق اللقب في هذه النسخة. يعني يمكن شعار حق جماهير الجزائر اللي قريناه اليوم الخبر بأن أعفائهم من بطاقة المباراة والاكتفاء بالجواز السفر لحضور المباراة، واللي هاي كان مو موجود في الفترة الماضية. نبي احنا نشوف حضور الجزائر، نبي نشوف الجزائر توصل للنهائي وإن شاء الله تأخذ البطولة، إذا ما أخذتها تأخذها منتخب تونس. يعني مباراة صعبة بالنسبة حق الجزائر، نتكلم عن كوت ديفوار، يعني فريق مو سهل، فريق يعني يمتلك عناصر على أعلى مستوى موجودة على في الدوريات العالمية اللي تعتبر هي التوب فور. يعني نتكلم عن فريق ما راح يكون سهل. الجزائر يعني أثبت علو كعبه من خلال دور المجموعات وأيضا من الدور الثاني، ولكن المحك اللي ممكن يعطينا الجزائر وين توصل من خلال هذه المباراة وهذه المنتخب تحديدا محمد، اللي هو منتخب ساحل العاج. طبعا أهم شيء اليوم أنا أشوف منتخب الجزائري ما يعطون منتخب ساحل العاج أكثر من حجمهم. ممكن منتخب ساحل العاج يمتلك نجوم مثل ولفرد زاها، مثل نيكولاس بيبي، فرانكي سي، شلون ما يعطونهم اكبر من حجمهم؟ يعني هو في البدايه احنا قال لي يعطون حجمهم، ذكر اسماء قاعد يعطي كانه يعطي الكوت ديفوار حجم أسماء عالي. اسماء محمد 3-4 أسماء، مو 11 لاعب، انا اتحكى كمنظومه يعتبرون سوبر ستار 3-4 عيسى، بس كمنظومه اليوم المنتخب الجزائري افضل بكثير من منتخب ساحل العاج، وشفنا هاي الشيء في المجموعات، ويمتلك ايضا اسماء مثل يعني رياض محرز من اكبر من رياض محرز في مانشستر سيتي. بالضبط حقق بطولتين دولي، ولكن الاحترام مهم بالنسبه حق الخصم. انا ما قلت لا يحترمونهم عيسى، بس قلت ما يعطونهم اكثر من حجمهم، يعني ينسون ان هاي ساحل العاج، ساحل العاج دروغبا، ساحل العاج هاي تري، ويقولون ان احنا الجزائر اليوم الجزائر نطمح للبطوله، افضل فريق في البطوله ولازم ان يحققون البطوله من خلال هاي النسخه. يمكن بعكس المنتخب التونسي، المنتخب الجزائري أدى، عنده عناصر خبره، عنده عناصر شابه، يمكن في المباراه الثالثه ايضا في المجموعات حتى بتغيير التشكيله المنتخب الجزائري ما خسر الشكل، وهاي اهم شيء بيبين لك هاي شغل المدرب محمد. صحيح. لا محمد، ودي اعرف انت في البطوله الافريقيه هل عندك ميول لفريق معين؟ عندي صراحه تونس صراحه، مو من هاي النسخه. غريبه ما قال مو صلاح موجود في مصر. لا صلاح تو لانه مو مع اللاعبين هو مع الفرق. انا متعمد اسال هذا السؤال لانه هو يميل حق، يعني اوكي كتونس كبطوله، بس في مباراه الجزائر هو ميال حق كوت ديفوار اكثر من الجزائر، يعني ما عنده ميول انه منتخب عربي يخلي يفوز وابي يفوز، لا يفضل كوت ديفوار. ما عندي ردك على هاي التصريح. هاي ستهمه ملفقه، تحتاج بار يا جماعه، ايش دخلني في كوت ديفوار؟
انت طول اليوم احنا من وين نتكلم وين مصادرك؟ وين مصادري؟ هو طول اليوم نتكلم ليش يا تري ولد عمي تعال تعال شو السالفه؟ والله لو كنت اشوفه في الالوان بقول بس اي بعد هاي بعد طول اليوم يعني اليوم احنا نسالف سوالف عامه يمكن انتبهت للعيش ترشك كان يتكلم عن كوت ديفوار يعني مو حاط غلطان كنت اقول لك السنغال لا لا كوت ديفوار كنت اتكلم ان الجزائر لما يعني قلنا الجزائر قلت لا عاد المشكله بيلعبون مع كوت ديفوار ما الظاهر على الشاشه يغير حكي لا لا يعني ما صار الكلام يا جماعه ما يصير تبي احلف والله ما صار ليش تنكر عادي ما في لا لا محمد هو ذكر ممكن نقطه مهمه هو ممكن قال لا تعطون مزيد من حجمهم هني يمكن رجعنا حق موضوع اللي هو الاعداد الذهني صحيح اللي هو يمكن النسب الاكبر يحتاجه المنتخب الجزائري في هالفتره شوف عيسى يمكن هذه النقطة كانت يعني سلبية في بطولة الكوبا أمريكا الفرق اللي تفوقت بشكل كبير في الأدوار التمهيدية على سبيل المثال كولومبيا الكل توقع لها أن هي تروح أبعد من 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 هذه النقطة لكن في الأدوار الإقصائية اختلفت المسألة فأنت اليوم لازم تأخذ من هذه الأمور اللي تصير درس تعتبر منها ولازم التحضير الذهني أكيد من قبل البطولة حاضر وخلال كل مباراة أنت قاعد تجهز لها على حدة سواء في الأدوار التمهيدية الأدوار الإقصائية تبتدي الأمور تصعب أكيد الإعداد الذهني والتحضير الذهني للاعبين أمر مهم أعتقد يعني منتخبات في وقتنا الحالي منتخبات مثل منتخبات شمال أفريقيا اللي عندها القدرة خلينا نقول التمويلية والدعم على حق منتخباتها يوفرون طاقم للأمور الذهنية والإعداد الذهني والنفسي حق اللاعبين أكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخب الجزائر أيضا أكيد. ممثل عربي ثاني راح يتواجد غدا في دور ثمن النهائي المنتخب التونسي اللي شفناه في واصل إلى دور الثمانية ولكن لحد الآن هذا المنتخب غير مقنع بتاتا يمكن أربع مباريات أربع تعادلات التعادل في المباراة الأخيرة أيضا أمام غانا واللجوء إلى ركلات الترجيح يمكن الجماهير غير راضية عن الأداء ولكن لحد الآن هي راضية على النتيجة يمكن محمد هل أنت تحس أداء الفريق لحد الآن راح يأثر على الفريق أم أن مسيرة الفريق والانتصارات راح تشفع له وممكن أن تكون له كلمة أو وجه مغاير في مباراة الغد خصوصاً أنه يمكن بلاقي فريق يعتبر الحصان الأسود لهذه البطولة بالضبط طبعاً منتخب تونس اليوم أهم كلمة قلتها منتخب غير مقنع يعني ممكن وصل الكوارتر فاينل بس ما شفنا الإقناع في كرة القدم ما شفنا يعني لعب مع منتخبات كإمكانيات أقل منه بكثير بس ما شفنا أداء منتخب التونسي الحقيقي يمكن اليوم أنا حبي حق منتخب تونس طبعا المساكني من أكثر اللاعبين اللي أحب أشوفهم في القارة الأفريقية يمكن انظلم يعني ما حصل أنا أشوف فرصته في أوروبا فحتى اليوم النجوم في المنتخب التونسي ما تحسهم مو في الفورمة ما قاعد يعطون 100% في الملعب بس أمام المنتخب الغاني نفس ما شفنا المنتخب الغاني كان أفضل بس أيضا المنتخب التونسي كان في انضباط كانوا يوصلون إلى المرمى المنتخب الغاني يمكن سجل يعني بطريقة عشوائية خلينا نقول وفي كان ضربة جزاء واضحة حق الخنيسي في الدقيقة أتوقع 75 فالمنتخب التونسي اليوم أنا أشوف ممكن عنده المزيد اللي ممكن يقدمه اليوم في البطولة نفس ما قلت مدغشقر طبعا الحصان الأسود حاليا في البطولة ليش كان في مجموعة فيها نيجيريا وتفوق على نيجيريا لعب مع منتخب الجابون وأيضا فاز على منتخب الجابوني منتخب الجابوني يمتلك لاعبين دور إنجليزي يعني كبلاسي طبعا سابقا ماسواكو ويوسف مولومبو فالفريق ما قاعد يفوز بالصدفة يعني فايز على نيجيريا فايز على كونغو فمباراة راح تكون صعبة على المنتخب التونسي لكن الأمانة أتوقع أنه ممكن منتخب تونس يأخذونها طبعا يعني أنا يمكن لاحظت امتعاض من الشارع الرياضي التونسي على خط الدفاع وعلى حارس المرمى إنه هو أقل من المستوى قاعد يطيح في ما في ثبات حراسة المرمى في أخطاء في تغييرات قاعدة تصير على مستوى الحراسة وعلى مستوى التنظيم الدفاعي فأعتقد مع فريق قاعد تتكلم عنه الحصان الأسود للبطولة قاعد يقدم مستويات بشكل ملفت وبثبات ممكن إنه هو يعني في ظل التواضع خط الدفاع والأخطاء الكارثية لحارس المرمى ممكن يسبب له مشكلة أيضا يمكن محمد حتى لقطته يمكن في ركلات الجزاء
عدم قبوله للتغيير ايضا هاي اثارت جدل عند الشارع الرياضي التونسي. اكيد خلينا نتكلم عن خصم مرقشق مشقر. انا طافت ترى انا قلتها بس طلعت بالنهايه. نتكلم عن المدرب الفريق اللي قال في تصريحه قبل المباراه بانه يخاف من اللياقه البدنيه في المباراه القادمه. يخاف من عنده تخوف يخاف من اللياقه البدنيه تخون فيه في المباراه في حال انه هو كل مدرب ممكن ياخذ بعين الاعتبار في حال هو وصل الى خلينا نقول الاوقات الاضافيه. طبعا في بطولات الامم الافريقيه مش الكوبا امريكا بتروح حق ركلات الترجيح فيها جهد اكبر فيها اوقات اضافيه فهذه دائما بيكون فيها جهد اكبر. من الطبيعي ان اي مدرب يتخوف من هذه الجهد الاضافي لكن الاكيد ان كل مدرب ماخذ احتياطه لهذه المساله وماخذ الامور اللي تلزمه كمنتخب في اعداده البدني انه هو ممكن يعطي 120 دقيقه مش فقط 90 دقيقه بس مو ممكن هذه عيسى تتوقع ان شيء نفسي يعني خصوصا ان منتخب تونس هو اللي لعب 120 دقيقه وهو اللي عنده راحه اقل يمكن ريح يومين اقل من منتخب مدغشقر صحيح ممكن يعني شيء الإيجابي أيضا اللي صار رئيس الدولة موجود في المدرجات متابعهم أول بأول هذه أمور تحفز اللاعبين محمد هذه أعتقد يعني المنتخبات الأفريقية دائما ما تلاقي فيها أو أغلبها تكون فيها إذا كان جورج ويا دائما يحضر حق منتخبه على هذه عاشق يعني كورة يعني في النهاية الأفريقيين كلهم أعتقد يعني الرؤساء الأفريقيين يمكن أغلبهم كانوا في الأحياء الفقيرة يعني ما نولد في حل قفشة ذهب أكيد الرئيس بيحضر عيسى أنا مدغشقر طول عمري أعرفه فيلم طلع الدولة ما اي بالضبط ما تعرف انها هي دولة صجية لا والله توني واصلين للشباب انا يعني تدخل من الفار كانوا يتكلمون اليوم يمكن ما عندنا لقطة راح نتابعها ونشاهدها ولكن قالوا لي انه راح يكون عندنا اختبار وهذا الاختبار من الشخص اللي قال انا ما اعرف مدغشقر فلو تتكلم لنا شنو اختبارك اليوم محمد لنا في الفار طبعا الاختبار انا شباب يجهزون نسوي متفق عليكم طبعا لنا ولا حق الفار والله علينا كلنا ابيكم تقرون اسامي لاعبين مدغشقر طبعا شيء ديره ما قريتها صح شيء لفت انتباهي يعني الاسم اللي فوق اللي تحت لا اللي فوق اكيد يعني الحين هني ماستينور هني مدافع ماستينور هالمركز ولا شنو لا لا هاي اسمه فانا ابتدي في عيسى ابتدي في عبد العزيز يعني اسمه جيريمي موريل مدافع خلي عبد العزيز يقرا اول اسم انا مستعد اقرا اسم هذا المدافع بس بشرط انت تقول لي شنو عاصمه مدغشقر مدغشقر عاصمتها ايه مدغشقر هذا الجواب الواحد ممكن يقوله هذا اجابتك غلط فما اقدر اقراها لا اقراها يلا يلا عبد العزيز يلا حاول فان فيفا إيما أندريت سيما سلام عليك بس أنا قال يقرأ الأول عيسى جيرمي موريل عيسى الثاني شلون؟ جيرمي موريل والاسم الأولي شلون؟ لا قريت الثالث وراح حق ثالث لاعب شنو قال؟ ما أقدر ألف هاللون برجع ريوس أكو مكتوب ما لا 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 لازم لا. كل واحد على الوجهة مالته اقرأ معلش اقرأ لا لا لالينا لالينا نمجن هاري زين قريتها على السريع الحزمه ها بالضبط عندك الرابع السمي رابع كارولي سانديريا ماستينور تعرفون مهاجم هذا اسمه لا لا تعرفون اللاعب الرابع لا لا اللاعب الرابع هل تعرفونه او لا احنا الدوله ما اعرف اعرف اللاعب هذا اللاعب بيلعب في فريق العداله اللي ينشط في الدوري الدرجه الاولى السعودي وفي هذه الموسم صعد ل الدرجة الممتازة فهذه الموسم القادم أكيد راح تتابعونه من خلال الدوري السعودي طبعاً بشكل عام كأسماء أفريقية مو بس قرأ إن الأسامي استفيد معلومات من ضمن الأسماء يقول لي رسم متحركة شو تقول بس ما قرأت حط لنا البار أقول شيلوا البار ما قرأت عيسى بس عليك واجب ترى اللي هو الحلقة الجاية تجيب لنا عاصمة مدغشقر نعم شوف انا حاب اذكر المشاهدين بمباريات بكره نطلع التليفون وحاول نكتب نذكر الساده المشاهدين بنتائج بمباريات بكره اللي راح تنلعب من خلال المنتخبات العربيه المواجهه الاولى راح تجمع بين ساحل العاج ومنتخب الجزائر العربي الشقيق في المواجهه الثانيه مدغشقر راح يواجه منتخب تونس حتى اللوجو مال مدغشقر مصيدينه نتمنى التوفيق ونتمنى اكيد التوفيق حق منتخب المنتخبات العربيه وان شاء الله نشوفهم يصلون الى
أبعد نقطة ممكنة وهي التتويج بلقب البطولة. إذن الحديث عن البطولة اللي ماخذ الشارع بشكل كبير في الفترة الأخيرة وهي كوبا أمريكا، ولكن بعد الفاصل. إذن فقرة الكوبا أمريكا اللي انتهت بفوز أكيد المنتخب البرازيلي وتحقيق لقب تاسع بعد غياب 12 سنة عن هذه البطولة. الحديث الأكبر عن هذه البطولة وفوز البرازيل، هل مستحق غير مستحق، نتيجة المباراة، كثير من اللغط، التشكيلة اللي انتجت، وأيضا الجوائز الفردية من خلال هذه البطولة. عيسى، بما أنك أنت يعني داش بكل فخر بتيشيرت البرازيل، كلمنا شلون شفت مباراة البرازيل وبيرو اللي انت كنت تقريبا ضامن النتيجة 3-0 لكن سجلوا على جول. كله من زلقة تياغو. ما بغرش يا زلق. خرب عليك التوقع. بس سؤالك زعلني، استحق ام مستحق؟ مستحق يعني ما يبي له شيء. والله يعني مستحق ومستحق. حديث الشارع مو كلامي انا. لكن الناس مستحق. الناس تتكلم، المنتخبات الثانية فريق تتكلم. فريق صعد ستيب باي ستيب ووصل نهائي، الا بصير مثل الحبيب قام يزعل وسوي لي تمثال. من الحبيب؟ ما لي علاقة. والتماثيل من هو بالتماثيل؟ حين بيعتزل بيراجعونه، بيدفع لهم بيزات، يجيب لهم مدرب. من هو كلام مو بكلام، ان شاء الله يوقفونه ويصيرون ريايل. تقصد ويوقفونه عشان يتأدب. اكو قام يبي يلعب الاتحاد الاوروبي بعد، يقول لك الارجنتين الاتحاد الاوروبي بيروحون يلعبون بطولات يا ابو ناخذنا اي شيء. لا لا في بطوله 2020 في الارجنتين. ما يبي يلعب زمران؟ لا بيلعب دام في الارجنتين بيلعب. يمكن بس احتمال في عقوبه، يمكن ما يلعب. يكون يستحق ولا ما يستحق؟ عزيزي توقع اكيد انت دائما مهما يعني كان لك راي في الموضوع، في النهايه انت لازم تحترم الكيان او اللجنه او الجهه المنظمه. تصريحاتي يمكن اكيد هي تعبر عن غضبه من الاحداث اللي صارت، ولكن هذه ما يلغي ابدا احقيه البرازيل في الفوز، ولا ايضا نجوميه ميسي تبرر له مثل هذه التصريحات اتجاه اتحاد امريكا الجنوبيه. وبالعكس فوز البرازيل مستحق، ما شكك فيه ابدا، مستحق. انا ما انا بالنسبه لي ما عندي مشكله. من يخطئ يجب عليه انه يتحمل الخطأ. سؤال، ليش كله تختار له كذي صور؟ انا اختارها. انا اختار. انت تشوف يبيك هذه واضعه، هذه واضعه يعني واضعه بالارجنتين. انت لما تكتب ميسي، اكتب ميسي كم نهائي الحين؟ اربعه. بتشوف ميسي يدازز حكام ويحتاج مبطل حالجه، شوف كرت الحمر ما قد شافه في الدوري الاسباني، ما يعطونه. هذه نقطة نظام. احنا هو زعلان يقول هذا مو برسبان. لا. ما يتحجر اسباني. ترى هني هو طاقك انت. شلون طاقني؟ من تحت الحزام لما قال في الدوري الاسباني ما يعطونه. طلع الاندار. طلع الاندار. شوف هذه ميسي ما قد شافه في حياته. حلقة الأولى اعطيتني اصفر. في وين؟ ويا برشلونة؟ ويا في الدوري. لا المشكلة شنو؟ خلنا ارجع حق نقطة مهمة. وتحكوا عنها لاعبين البرازيل. يقول لك الحين يتحكى عن ظلم تحكيمي، نسى مباراة باريس. هذه عدل ولا هذه علامه استفهام عوده فيها سرقه؟ هذه شنو؟
طبعا ماركينيوس ذكر هاي النقطه. طبعا ماركينيوس يتناقر مع باريس يعني امس من قهر قالها. لا هو موضوع ان تصريحه غلط انا اشوفه اكيد غلط في النهايه يعني كل لاعب بيخسر لازم يدور له عذر. قلت غلط بعد وانا بيوافق يتوقف ولا لا؟ لا يتوقف. خلنا من صحيح. ميسي عطني البرازيل فايز. خلنا في نشوة فوز البرازيل. البرازيل فاز محمد جماعيا وأيضا فاز فرديا. يعني لو نشوف جواز البطولة اللي كانت موجودة يمكن لاعبين البرازيل اكتسحوا جميع الجوائز الموجودة. مقل عينك شوف الاستحقاق مقل. يعني أنا ألفيس أعتقد ألفيس مجنون حتى بالأصوات اثنين في حصوله على هذه الجائزة بعد العطاء اللي قدمه من خلال هذه البطولة. لكن في ظل فوز البرازيل والجوائز الفردية كلها للبرازيل لا زال في شخص يقول غياب نيمار سلبي على المنتخب. من هذا الشخص؟ أنت ما شفت حساب القناة في الانستغرام في الحلقة اللي فاتت في شخص أصر الناس لا لا بس في هاشتاج. شنو الهاشتاج؟ إيه من صدقك من صدقك. طبعا الهاشتاج كان على شيء ثاني. لا 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 لا, 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 لا على موضوع على موضوع نيمار. اي من صدق اي بس مو موضوع سلبي وايجابي. كنا نقول ان نيمار فنيا انا في رايي فنيا مو اداء هالموسم بعد بنزل لك الذهبه وبعد بيقول لك من صدق. لا خلي يكمل جملته عشان يجيب سلبي غياب نيمار. اكيد سلبي. ليش فايز بالبطوله ماخذ كل الجوائز الفرديه وغياب نيمار سلبي؟ لا شوف محمد انت اليوم غياب نيمار اكيد لها ايجابيات. احنا ما نتكلم عن قيمه نيمار الفنيه ما نختلف فيها. اليوم الكل راح يقول غياب نيمار يعني ايجابي لان المنتخب. لا شوف انت من كلامك بتروح تقول لي لا هاي نيمار ما نبي لا. الواقع افضل اللاعبين في العالم نختلف. غيابه على اي احد يختلف على هذه النقطه راح يكون سلبي. اكيد لا راح يكون سلبي بالضبط. قاعد تناقض روحك. لا غياب ما نختلف. نجوم الكره حاليا لا. سلبي على اي فريق سواء برشلونه باريس سان جيرمان البرازيل. لا 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 هاي رأي. احنا قلت لك ما نختلف على قيمه نيمار الفنيه صح ولا صح. لا نعرف انه هو لاعب ذو قيمه فنيه هو يبي يغير كلامه اسم عارف. لكن غيابه عن المنتخب البرازيلي لسبب الاصابه في هذه البطوله ما كان له اثر سلبي على المنتخب. البرازيل ما له طعم محمد بدون نيمار. لان تبي واحد يسوي لك بهلوانات في الملعب. محمد خلينا نكون واقعيين بس هذه الطعم واحد يستعرض لك في الملعب. لا ما هاي اللي يسوي لي نيمار بالذات مع المنتخب البرازيلي لاعب استعراضي افكتيف. لا لا علي محمد ما صار لاعب استعراضي. نيمار مع البرازيل استعراض ونتيجه لاعب يقود المجموعه. ما يصير. لا ما يقود. قائد للمجموعه. شفتوا في كاس العالم شلون وضعه 2014 يا ضغوطات راجع. ضغوطات القائد. لا تقول لي ضغوطات. الضغوطات على الكل يتحمل يمكن. لكن محمد كان له دور في الاولمبياد بالضبط. لا دور. انا ما اقول لك اللاعب ما له دور نهائيا. بالعكس انا ما اختلف على قيمه نيمار الفنيه. لاعب من افضل اللاعبين في العالم ذو قيمه فنيه عاليه وممكن او يكون مفيد ونافع لاي فريق يتواجد فيه. لكن عنده كثير من الامور الاستعراضيه اللي ممكن تعيب عليه في كثير من الاحيان. كثير من التمثيل اللي يسويه ما اطلع من الموضوع. يعني ما عاد البعبع نيمار. ما عاد البعبع. هو شوف من ناحيه البعبع انا وياك قال لك بغفره. ما عاد البعبع. بس غيابه ما كان سلبي لان المنتخب حقق النتيجه المرجوه بكل استحقاق. خذ البطوله وخذ كل الجوائز اللي في البطوله. اي محمد شلون لا غياب نيمار مصر من اي فريق اليوم. شوف منتخب البرازيل اليوم لعب ضد منتخبات البيرو. الارجنتين في اسوء حالاته لعب ضد فنزويلا. بوليفيا في اسوء حالاته لعب احسن مباراه له مع البرازيل. خلينا نرجع حق الفار. بنرجع لكم لكن الفار يرجع من جديد. ما ادري شو مسوي. خلينا نشوف راي الفار شو يقول. الفار مع الكنترول خليه يعطونا شنو عندهم من الفار. يجهزون لنا شيء. الله يستر اكله منه. او انا الحين مو مجهز شيء. طلع لك بسوالف. هذه الفار يقول لك بان الاتحاد الاوروبي نفى لعب الارجنتين في البطوله الاوروبيه. حتى الاتحاد الاوروبي ما يبيهم باي طريقه يبون يشاركون. طبعا هذه تصحيح من الفار يانا على ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر غير صحيح. غير صحيح. في المقابل نتكلم عن جيسوس محمد مساعد. ذكرت لي احصائيه واللي شفناه غير الاحصائيه. يعني ذكرت كم مباراه لعب مع السيتي. مع السيتي طبعا جيسوس بس موضوع جيسوس حاليا. اليوم جيسوس حصل فرصه مع المنتخب البرازيلي. شفنا اثبت روحه بشكل ايجابي يمكن على عكس كاس العالم. بس موضوع جيسوس انا اشوف يتحمله جوارديولا. جوارديولا هو يتحمل اليوم
سوء اداء جيسوس يمكن مع المنتخب البرازيلي هو مين اللي يتحمل؟ غوارديولا بالضبط. ليش؟ اليوم جيسوس لما جاء السيتي يمكن كان عمره 18 او 19 سنه، فتعامل مع جيسوس مثل ما هو قاعد يتعامل مع اغويرو في مساله التدوير. اليوم التعامل مع لاعب خبره مثل اغويرو يختلف تماما شلون تتعامل مع جيسوس. لما بدا في 2016 2017 لعب كاساسي 8 مباريات، سجل 7 صنع 4 احسن من الاحصائيه ما عندك. السنه اللي عقبها لعب اساسي في 19 مباراه، سجل 13 صنع 3. هاي السنه لعب اساسي عبد العزيز 8 مباريات فقط. لاعب حجم جيسوس في السيتي يلعب 8 مباريات فقط كاساسي من اصل 38 مباراه بالضبط، وسجل 7 وصنع 3. فجيسوس متى ما يكون اساسي يؤدي، خاصة في كثير من المباريات جيسوس يكون مسجل هدفين. نعم. في الدقيقة 55 57 في النهاية أنت تقول غوارديولا ظلم جيسوس من خلال الموسم مع السيتي في سن 22 سنة، وهي رد على غوارديولا في هالبطولة؟ رد على الكل، ويمكن أنا من طيب. من الناس اللي كنت مشكك في مستوى جيسوس كمهاجم، بس اليوم شفنا يمكن جيسوس يمكن في المقابل الحليم. محمد أليسون المرشح اليوم للكرة الذهبية، ولكن الحراس دائما ما ينظلمون. محمد تتفق بان أليسون ممكن يحصل الكره الذهبيه هذا الموسم؟ يعني اليوم هو بصم على انه هو يكون منافس على هذه اللقب او هذه الجائزه، ياخذ 3 قفازات ذهبيه في 3 بطولات مختلفه، نتكلم عن بريمير ليج، نتكلم عن تشامبيونز ليج، نتكلم عن كوبا امريكا، كلها بطولات اساسيه وبطولات كبيره وتالق فيها في اقل او في خلال موسم واحد ياخذ كل هذه الالقاب. صحيح. وهو حط روحه ضمن الاشخاص اللي منافسين بشده. لكن جائزة احسن لاعب في العالم دائما تخضع الى حسابات غريبه عجيبه، ما تدري هي توحد مين. وش يقول الكلام؟ فيها امور ترويجيه، فيها محاباه لبعض اللاعبين. ولو كان يلعب في مدريد ياخذها؟ هذه ايضا من ضمن الكلام. صحيح. اذا كان في مدريد ولا اذا كان في برشلونه تقدر بعد ممكن تكون حظوظه اكبر. تقدر ترجع حق عبد الله عاشور لانه يصوت بعد على افضل لاعب، تبغى يصوت حق مين؟ انا اشوف اذا في انصاف اليوم من الفيفا حق مركز حراسه المرمى، البلندور لازم يكون حق أليسون، لانه كحارس لانه ليفربولي في شيء كحارس عيسى قبل ما يكون ليفربولي كحارس، انا ما اشوف في شيء ممكن يسويه. الامانه سوى كل شيء هاي الموسم، فاذا هاي المركز مو مهم لهذه الدرجه فهذه مشكله. دائما مفصول اللقب ماله، يعني احسن لا احسن حارس في العالم بس ما يدش ضمن احسن لاعب في العالم. لا حصل ليفياشين، المعلومه اللي قريتها قبل البرنامج، ليفياشين في 63 الروسي بالضبط اعطوه هاي الجائزه. فاليوم ليش أليسون ما يستاهل؟ من 63 لليوم ما في حارس خذ احسن لاعب في العالم. المفروض اذا المعلومه صحيحه اللي قريتها ما أنا في اي على حد علمي انه ما اذكر يعني في عز كانوا ياخذون بوفون، كان قبله يمكن شماخر ياخذون احسن حارس في العالم، لكن احسن لاعب في العالم الحين المهاجم شلون ينفع الفريق؟ يسجل اهداف يخلي الفريق يفوز. اليوم أليسون مدافع محمد يمكن افارو خذها صار لغط كبير عليه انه مدافع خذ احسن. اكيد احنا اليوم يمكن اكيد لازم نتجه مره ثانيه للاتصالات وناخذ معنا اول اتصال في هذه الحلقه مع المتصل اللي توقع نتيجه المباراه النهائيه لكوبا امريكا بطريقه دقيقة جدا، 3-1 قال البرازيل راح تفوز. عبد العزيز الياسي اهلا مرحبا فيك. مسي عليكم بالخير اخواني، عبد العزيز خطير واخوي تريد واخوي يا هلا فيك محمد الشرقاوي واخوي محمد الحسيني يا هلا هلا مساك حق برازيليين بارك لكم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احنا بعد نهنيك بعيد ميلادك وان شاء الله الله يطول عمرك ان شاء الله. بخير يا ابو سعود. الله يسلمكم وانتم بخير صحة وسلامة. طبعا مثل ما يقولون ساعات تصيب وساعات تخيب، يعني لا تودوني على الخطوط ودنا مبريري. لازم احنا نشيك وياك الحين هاي واحدة وتأكدنا منها. توقعاتك يمكن حق مباريات باكر عزيز بالنسبة لممثلين العرب في أمم أفريقيا، منتخب تونس أو منتخب الجزائر، خلينا نشوف توقعاتك هل تصيب أيضا معاهم؟ والله في البداية أنا أتمنى أن أخواننا العرب يتوقفون ونشوفهم في النقابيات. وبالنسبة حق تونس أتوقعها 1-0، وبالنسبة حق الجزائر
تعيد التوقعات بالنسبة حق تونس أتوقعها 1-0 تونس 1-0 وبالنسبة حق الجزائر أتوقعها 2-1 2-1 سجلوا عندكم كنترول 2-1 أو شنو بغيركم أو 3-1 لعن ما يصير عزيز بديت تغير هي لأن الجزائر لها حسابات ثانية لا لأن الجزائر شوي فريق يفاجئك يعني بمستوى عنده أكثر من حل عنده البلايلي صراحة مشطع حل يعني ما هو ومحرز والمهاجم إن شاء الله فأنت ما تتوقع لا 3-1 أكيد بسعود أنا بيك تتوقع شيء ثاني لا أنت قلت لك توقع خلاص من بياخذ الدوري الانجليزي بسعود والله احساسي يقول الليفر لا خلاص بحتفل انا من الليل لا على مود احتفل اوديك بداية لا عادي متعودين عادي مو شيء جديد يعني عقب الموسم اللي طفشه منك طيبته 97 ما اخذت الدوري ما اخذت لا والله انا ليش توقعت الليفر لان خوفا ان كلوب خلاص جاب الاقطاب فتركيز على الدوري صحيح صح. أتوقع احنا بنشوف ان شاء الله بكره على النتائج ونشوف اذا احد نتصل لك صح ولا غلط الله ييسر اكيد الله لا اذا غاب عاد بس بنوديكم في داهيه ان شاء الله الاحد اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شكرا لك عبد العزيز ناخذ الاتصال الثاني فيصل الجودر مساك الله بالخير مساك الله بالنور اخوي عيسى ومسي على مسك بالنور سرور يا هلا مرحبا يا هلا فيك مرحبا عن شنو مداخلتك فيصل راح تكون معنا اليوم في الحلقة هل أنت تبع البرازيل أم ضد البرازيل لا مستحيل ضد البرازيل تعجبني والله كبير كبير أنا أقوم فيصل أنت تقعد حاضرين أنا ضد كل واحد ضد البرازيل يعني لا بديت تقنعني أكثر إيش رأيك في السؤال اللي انطرح قالوا البرازيل هل تستحق اللقب أو لا والله تبي صراحة أنا ما شفت لأنه هاي بس يعني أشوف البرازيل تستحق ما وصلت النهائي لا تستحق والفيرو بعد كان يستحقون النهائي طبعا أكيد يمكن اكثر اللاعبين اللي الفتوا انتباهك من ناحيه المنتخب البرازيلي في هذه البطوله فيصل والله انا ما قلت لك انا شفت يمكن النهائي بس لكن اللاعب اللي لفت نظري يعني الصراحه ايفرتون صح وين تتوقع عليه يروح والله اتوقع الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي اكيد نتمنى له التوفيق ونتمنى إن شاء الله تشاركنا في الحلقات القادمة شكرا جزيلا لك فيصل شكرا لك فيصل عندنا ممكن اتصال مميز وينطر محمد الحسيني يعني متوعد فيه من الانستغرام سير محمد سير أنا من دون مقدمات وبعطيك المايك تفضل مساء الخير الجميع مبروك مسك النور سرة مبروك شريدة الله يبارك فيك الله يبارك فيك هذا شيء طبيعي البرازيل حصل بطولة بنيمار من غير نيمار ايه نيمار لا يقدم ولا يأخر نبي لقطة نبي نشوف رياكشن ماله قول حق الحسيني يلا عطنا الحسين انا بالنسبة لنيمار وميسي وجهالنا عملة واحد ليسوا بقادة في الملعب في مميزات نيمار يتميز فيها ميسي يتميز فيها نيمار غير منضبط اخلاقيا ميسي منضبط اخلاقيا ولكن انا مو جاي العب في المنتخب عشان شوف البرازيل طول عمرها ما لعبت للشخص الواحد 2014 البرازيل لعبت للشخص الواحد اسوء منتخب في تاريخ البرازيل حقا 2014 اسوء منتخب زي اسوء منتخب 2014 طال طبيعي حتى في زمن بيليل لكان أسطورة ما كان اللاعب الواحد اليوم احنا الى متى يعني البرازيل نيمار 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 ما عليك سيد موضوع عندنا موضوع عندنا ان شاء الله سيد ممكن احنا مداهمنا الوقت انا اعذرني اليوم تصريح بسيط بس قول عطنا تصريحك قلت له انا اول ما انصاب نيمار اعطيت التصريح البرازيل بتلعب في النهائي حلو اكيد تلعب في النهائي سيد بطوله ما فيها
المنتخبات عادية في أرض البرازيل. البرازيل مو طموحها كوبا أمريكا. سيد الفرق كلها عشان ناخذ بطولة. أنتم العب تصفيات تطلع الأول. نفس الشيء. بس هل طموح البرازيل كوبا أمريكا اليوم سيد؟ لا طموح البرازيل مو كوبا أمريكا. هاي البناء من كوبا أمريكا. البناء من كوبا أمريكا للطموح الأكبر. صح. أكيد. أكيد. صح. شاكر لك سيد على هذه المداخلة وأكيد دامك برازيلي نتمنى لك كل التوفيق في القادم وإن شاء الله بعد تلوّد على الحسيني. وكان وصلنا للختام. أشكركم على تواجدكم. نورتنا أبو سعود في هذه الحلقة وإن شاء الله مستمر ويانا في الحلقات الجاية. شكرا لك عيسى. أيضا للزملاء أكيد إن شاء الله لنا لقاء في الحلقات الجاية. إن شاء الله. شكرا لك محمد. شكرا محمد. نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد الجاي وأكيد موعدنا إن شاء الله الساعة 9 مساء في حلقة جديدة من برنامج الفار. نشوفكم يوم الأحد في حلقة جديدة مواضيع إن شاء الله راح نناقش من خلالها أبرز الأمور اللي تدور في الساحة العالمية. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم عمل الفار. في أمان الله.